اهلا بكم شباب، فيديو جديد النهارده. في شويه زيادات عن يوم المختلف، غير التمرين غير الدايت غير الكارديو. في شويه النهارده عندنا تسويق في شركه جاد نورسي لللبس، منزلين اشياء جديده حلوه كتير. اللي عاوز يشوف منتجات جاد نورس والاشياء الجديده سيبها تحت في صندوق الوصف. اخوكم على مدار اليوم كيف اليوم هيمشي هنشوف دلوقتي. يلا بينا. ستريتشي ولا ماسك؟ لا كويس. امسك المشي اشوف. سكوات؟ لو البنطلون يجي على رجلين حسن يبقى يجي على رجلين اي حد. النهارده اليوم الثاني للتصوير، امبارح كنا بنصور في استوديو، النهارده التصوير مختلف شويه. التصوير في بار، زي ما انتم شايفين كده خضره واكواخ خارجيه. بحاول اغير لكم الفيديوهات، ما كل يوم مره اصور لكم اكل وتمرين وبتاع، فقلت النهارده نغير شويه المحتوى. ولو انتم حابين تشوفوا محتوى معين او شيء معين في حياتي يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات وان شاء الله يعني اقدر اصوره في اقرب وقت. جه دلوقتي وقت البريك، طبعا هم جايبين اكل وجايبين كل شيء، بس انا عامل وجبتي، جايب وجبتي معايا. الوجبه بتاعتي دلوقتي 6 بيضات كاملين و185 جرام لحمه، يعني زي ما انتم عارفين الوجبات معايا في كل مكان، عشان يعني هم جايبين اكل وجايبين بتاع، بس انا حتى جايبين اكل صحي، بس انا طبعا لازم أنا يعني نظام اكل اللي انا ماشي عليه نفس الحاجه لازم انا ماشي عليها. فدلوقتي قاعد وجبتي اكلها، و بعد كده في تصوير في الجيم، هشوف اعرف لو اصور في الجيم ولا لا. زي ما انتم عارفين ان انا اخدت التاني في بطوله تورنتو، ان شاء الله هبقى احاول اعمل لكم فيديو يعني كامل عن اللي صار في البطوله وكيف الامور مشيت. دلوقتي ان شاء الله هلعب بطوله اورلاندو، دلوقتي بجهز لبطوله اورلاندو، فلازم اكون يعني في كامل استعداداتي. ان شاء الله في بطوله اورلاندو يعني نحصل على المركز الاول ونطلع بشكل كويس احسن من بطوله تورنتو، وان شاء الله اكمل لكم اليوم باذن الله. بصوا يا شباب، نصيحة يعني تجربة اللي يعني مريت بها الفترة اللي فاتت، للناس اللي أجسامها شكل حالتي كده، مجرد ما تاكل حاجة لو حاجة بسيطة جدا ممكن تزيد. يعني أنا الفترة اللي فاتت كنت عامل نظامي يعني يعتبر زيرو كارب، الطاقة اللي كنت باخدها كنت باخدها من الفات. بالرغم من كده الحمد لله عملت ماسل كويس وعملت أعضاء كويسة. نصيحتي للناس اللي طبيعة أجسامها بتزيد بسهولة ومجرد ما تاكل أي شيء شكل حياتي كده، يعني مثلا شوية كارب بتلاقي وزنهم بوم ضرب في السماء، فنصيحتي ليهم يعني حاولوا يعني يقللوا الكارب بتاعهم قدر الإمكان. أنا الفترة اللي فاتت كنت زيرو كارب، أنا شايف ده يعني نفع معايا كتير، ساعدني كتير إن هو يعني ان انا يعني في الجوع في الطاقه. الاول كنت مثلا ممكن اقلل الكالوريز بتاعي كتير واخد الطاقه بتاعتي بس من الكرب، بس انا الفتره اللي فاتت كنت رافع الكالوريز شويه بس باخد الطاقه بتاعتي من الفات، فساعدني في قوتي في التمرين، ساعدني ان انا اعمل كارد اقوى، ساعدني ان انا اكون عندي طاقه على مدار اليوم، اعرف اتعايش، اعرف اتعامل مع اهلي. فنصيحتي للناس اللي طبيعه اجسامها بتزيد بسهوله يقللوا الكرب قدر الامكان او ممكن يقطعوه خالص، وياخدوا الطاقه بتاعتهم من الفات شويه شويه. اول اسبوع اول 10 ايام الموضوع هيكون ممل ومتعب ومش طايق، هتحس نفسك انك زي ما بيقولوا ورقه ما فيش اي بار في الدنيا، بس بعد شويه هيبقى الطاقه زياده عندك، تقعد عندك استعداد. الاول كنت لو قعدت ساعتين من غير اكل ممكن الجوع كريزي ومفيش عندي طاقة ومش قادر امشي، دلوقتي ممكن اقعد مثلا 3-4 ساعات طاقتي كويسة اقدر
اتمرن بعد فتره حتى لو مش واكل، اقدر اعمل كارديو كويس وانا حتى صايم، طاقة احسن بكتير. عشان انا مش عاوز اقول لك كيتو، عشان معظم الكيتو يعني بياخد نسبه الفات اوفر، هو مش كيتو بس هو قريب للكيتو. يعني انا يعني ما باخدش هاي فات، انا باخد لو فات، يعني بروتين معتدل والطاقة بتاعتي من الفات مش من الكارب، بس مش هاي فات، مش زبدة وافوكادو كتير، لا يعني الفات بتاعي حتى قليل على قد الطاقة اللي انا محتاجها بس. فدي نصيحتي للناس اللي هي طبيعة اجسامها الميتابوليزم عندها قليلة، اللي اجسامهم بتزيد بسهولة، مجرد ما ياكلوا يومين ثلاثة تلاقي وزنهم زايد 5-6 كيلو. ده نصيحتي ليهم، ده اللي انا مريت بيه الفترة اللي فاتت، ودي نصيحتي ليهم. ممكن يجربوه، الناس اللي تجربها ياريت تسيب لي في الكومنتات وتقولوا لي شو رأيكم بعد ما جربتوها. دلوقتي رايحين نصور في مكان تاني، نتمشى شوية كده. خلاص خلصنا التصوير في الجيم، استغلته واحنا بنصور في الجيم، اتمرنت تمرينه سريعه كده. طبعا اليوم كان متعب كتير وكان طويل عشان واقفين من الصبح على رجلينا، بس مهما كانت تعبان في متطلبات منك، يعني السبونسر بيطلبها منك، ما ينفعش اللي انت يعني تاثر فيها. وده من ده يوم يعني من ضمن الايام، صورنا يومين، فاضي بكره ان شاء الله، بس يوم بكره فاني شويه. ديت يعني كده يومنا خلص، و ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. النهارده يوم جديد. طبعا النهارده في بقى شويه دلع، لعب ومش عارف ايه، فسحه اليوم كده ودلع اليوم. دلوقتي لعب اسمها ليزر تاك، دلوقتي هنروح نضرب نار على بعض ونتدلع شويه. بس دي شكله صغير بس مش مهم. So rough. Yeah. It's okay, they're big boys, they can handle. Yeah. There are no aggressive. Yeah. The guys are shooting. خلصنا من اللعب وشويه الفن اللي احنا عملناهم. دلوقتي هنتغدى مع التيم. هم طبعا جايبين لنا اوبن بوفيه، بس للاسف مش هنفع كل اللي في نفسي. هجيب وجبه ستيك، الوجبه اللي عندي بعد كده هجيب وجبه ستيك واقعد اكل مع التيم عادي. يلا بينا نشوف الاوبن بوفيه اللي مش هاكل منه. And here we have the lovely team at Jed North. Hi, I'm Oli. I'm the marketing manager for Jed North. This is Beth. Hi there. I'm the graphic designer. They have been amazing with us this weekend. We love Hassan and his wife so thank much. Thank you so much. هذول التيم تبع جد نورث كانوا معنا طول اليوم. وجبة الستيك بتاعتي، المفروض اشوف في عندي بيض، اشوف في بيض ولا لا. بس اكيد شي يعني. نفسك فيه؟ لا لا. حسنا انا مستنيه اورلاندو تخلص عشان بس تعرف تاكل براحتك. حرام يعني، كل انواع الاكل موجود وحسن ما بيعرفش ياكل ولا حاجه منها. بس يلا، محدش بيصير بطل بسهوله. اهلا بكم يا شباب. خلاص خلصنا الغدا، خلصنا فسحه، خلصنا سوير، دلوقتي ميعاد التمرين. النهارده عندي تمرين الصدر ان شاء الله مع ابطال جداد اول مره اتمرن معاهم. يلا نشوف مين معانا في الفيديو، خليها مفاجاه. يلا بينا. Hey, let's see you. Good. Hello. What's going on here? We got Earth here today.
Yeah. Want to introduce yourself to, our, to the Egyptian fans? Yeah. If Hassan stands in front of me, I'm you don't see me anymore. So. هذا أرز بلعب كلاسيك فيزيك. نلعب مع تمرين اليوم مع حسن. نلعب صدر إن شاء الله اليوم. إن شاء الله التمرين تعجبكم. What's hello in Arabic again? مرحبا. مرحبا يا. أو أهلا. مرحبا. أهلا. There's so many different ways, but yeah, it's all good. ما شاء الله. And Mark. Want to introduce yourself? Yeah. I'm Mark. Hi, Mark. It's Mark. And our other camera guy. Yeah. خلاص خلصنا تمرين يا شباب ودلوقتي رايح البيت بس هاكل وجبتي وانا في الطريق كده. بعد الوجبة ديت في عندي ساعة كارديو تاني وبعد كده وجبة أخيرة وانام. وكده يبقى خلصت يوم ان شاء الله ويا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.